في الزنا. هذا شاب أعرابي كيتكلم بالسرقة والطلاقة، وما حشمش من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جاهلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة عذره لجهله، أنه عذره لأن جهل هذا. قال لي بغيت نزني ولكن أعطيني الإذن من عندك. سبحان الله، شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل هذا السؤال بهذا الجواب. هذا ما دخلش ليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من قال الله وقال رسول الله والوعيد الشديد، لا، تخليه من المنطق دياله. أتأذن لي في الزنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ واش بغيتي أيها الشاب السائل اللي إذني لك بالوالدة ديالك اللي والدك؟ قال له لا. أترضاه لأختك؟ لا. بغيتي لي إذني مع أختك؟ قال له لا. ترضاه لبنتك؟ بنتك يزنيو بها الناس يديروا فيها الفراش ديال الرديلة؟ قال له لا. وهكذا عمتك خالتك إلى آخره. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الناس ما يرضوش، ما يرضوش أنهم ليدنس لهم العرض ديالهم. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء باش دعا معه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وثبت قلبه. ثلاثة الدعوات، يا ربي تحصن الفرج دياله وتثبت القلب دياله وتغفر لي الذنب ديالو. اللهم حسن فرجه واغفر ذنبه وثبت قلبه. ثلاثه الدعوات يعني كلها دعوات في محلها. ذكرنا باسم الدلب هنا، وذكر القلب، وذكر الفرج. هذا الشاب هذا ما كاين شي حاجه ابغض اليه في حياته من الزنا. من ذاك النهار تيبغض الزنا. حتى حنا نقولوا هذا الشاب السائل واش تبغي لي يتكلم لك مع اختك؟ راه كاين هاد النوع هذا من الناس. تتلقى الشاب ما يرضاش واحد تتشدوا الغيره على اخته، ما تهضرش مع الاجانب، ولكن تيمشي هو يهضر مع بنات الناس. ما تيبغيش شي واحد يحط يده على اخته، ما يرضاش، ولكن تيمشي هو تيحط يده على بنات الناس، راه لا يمكن. ولذلك قال الامام الشافعي رحمه الله: من زنى يزنى به ولو بجداره، من زنى يزنى به ولو بغير درهم. هادشي كله راه سلف. اللي داروا الناس بنات الناس راه غادي يسلط عليهم الله عز وجل اللي يدنس لهم الاعراض ديالهم، والجزاء من جنس العمل. لكن اخي الكريم اتق الله تبارك وتعالى في هذه المده كلها هي، وخلي السيده، خلي السيده تمشي تقرا وتمشي تطالع الدروس ديالها، وسير عند الشباب كيفاش تنتعاون انا وياها فعلى الدروس. راه ما كاينش شباب، ما كاينش اكفاء، كاين متفوقين عرفناهم في جميع المؤسسات، متفوقين في الدراسه، وكاين يعني بنات متفوقات اكثر من البنين. هي تمشي مع البنات وانت تمشي مع الدراري، قطع معها الصله. وسمح لي الا قلت لك على الكلام هذا. راه شاب جا عندي مؤخرا شي شهرين هذه تقريبا، كان نفس القضيه، كان تيقرا مع البنت وتتعلق بها، تعلق بها منذ 13 سنة، وما بغاش يتفق معه، وبغاها الزواج، ووالديه ما بغاوش ليه يتزوج بها، وتزوجت كاع وطلقت ربما على وده، طلقت، ما بغاش ودها السيد واستاد وداكشي، وطلقت منه، وفي الآخر ما تزوجت بهذاك اللي طلق منها، وهذا ما بغاش ليه وسمح فيها، ولكن يقول أنا لا أقدر على أن أخرجها من قلبي. لا زال قلبي معلقا بها. سبحان الله. وهذه هي الإشكالية. عندنا علاج ودواء في واحد الموقف. إذا كان السيد يحب البنت ولا المرأة يتزوج بها شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. أما شاب يعني ما زال يقرأ، ما زال ما وجد رأسه، وعلق رأسه بالبنت بدعوى أنه بغير بها على قلبه وربها على رأسه، لا، هذا تربية إبليسية، تربية شهوانية، تربية شيطانية، لا ترقوا بمكان المسلمين. خلي قلبك يكون مفرغ للدراسة ديالك، وخلي قلبك يتفرغ للعبادة قبل الدراسة، وخليها حتى هي ما تشوش عليها، خليها دير الحجاب ديالها ما تعرضهاش، وما عندهاش حق باش تستاذنك باش دير الحجاب،
وليها هو بها ولا خوها، بل ربها سبحانه وتعالى أمرها بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. رب سبحانه وتعالى أمرها بحجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بحجاب. أجيتي نتاخ الكريم قلت لها لا ما تديريش الحجاب حيث ماشي هو هذاك، ما عطاناش الذوق مزيان، سبقاي يعني في الشارع معري راسك ومتبرجة ونهضر معك ولا شيء، الناس معتادين أننا نشوف هكذا، ولكن ملي تديري الحجاب ديالك جات ناقصة شوية. لا أخي الكريم، يقول صلى الله عليه وسلم ولا تكون للشيطان عونا على أخيك، لا تكون عونا للشيطان على نزع الحجاب من البنت. بحال إلا هاد الناس كيفهموا بأن المتبرجات اللي كيتكلموا في الشوارع مع الدراري ما عليهم حرج، ما على مثلهم يعدوا الخطأ، ولكن العيب والعار غير على دوك الناس اللي دايرين الحجاب صافي، بمعنى الرجل دار الحياة ما خصوش يعصي الله عز وجل، ما خصوش يدير مخالفة. المرأة والبنت دايرين الحجاب ما خصهاش تهضر، ولكن كما قيل حلال لكم حرام علينا. لا، شريعة وحدة جمع كله، من اللي كيخطب الإسلام باللسان الشرع لا القرآن ولا السنة كيخاطب بالنساء بعمومهن والرجال بعمومهن، لا يفرق بين هذا وهذا. فالحجاب فريضة إسلامية وضرورة شرعية. المرأة إذا بغت تدير الشرف على رأسها دير الحجاب ديالها، تفك من البنت وتفك معك وقطعوا الصلة. الله يجازيك بخير، وهذه نصيحتي لك بحال إذا كان نصح بها ولدي وكان نصح بها بنتي. وأنك إن صدقت الله عز وجل في هذا السؤال يصدقك ربك سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. وخاد الكلمة ربما أوجعت القلب وأوجعت بعض القلوب، ولكن فيها دواء إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا.